كمان من خلال تدريبات الامس شفنا عوده عدد من اللاعبين المصابين زي محمود متولي اللي شارك في التمرين الجماعي بعد ما تعافى من اصابته اللي اشتكى منها في العضله الخلفيه في الفتره الاخيره وبعد ما انتهى من تنفيذ برنامجه العلاجي والتاهيلي بالكامل. كمان اكرم توفيق وبدر بنون هما الاثنين اشتركوا في تمرين الامس بعد ما تخلصوا من حاله الاجهاد العضلي اللي هما الاثنين اشتكوا منها بمجرد انتهاء مباراه الترجي في تونس. كمان محمد هاني وده خبر مهم جدا شارك هو الاخر في جزء من المران بعد ما تعافى من اصابته اللي تعرض لها في العضله الاماميه، الاصابه اللي للاسف الشديد يعني حرمتنا من متابعته ومشاركته مع الفريق في الفتره الاخيره، ايضا احمد رمضان بيكهام اللي غاب عن مباراه دوري ابطال افريقيا امام الترجي الاسبوع اللي فات، ادى هو الاخر جلسه في الجيم ثم استكمل برنامجه التاهيلي، ونتمنى ان شاء الله اكيد الشفاء العاجل لكل المصابين من النادي الاهلي، عايزين فريقنا يكتمل نصابه وباذن الله تكون قوه الاهلي ضاربه كما هي العاده ونشوف ده ونحضره بنفسنا يوم السبت الجاي ان شاء الله. اخبار حلوه طبعا اللي انت قلتها دي، وخلينا بقى ننتقل بعد كده ونتكلم عن الموسيماني اللي قعدته اتكلم برده مع اللاعبين عن مواجهه الترجي اللي جايه واستعرض معاهم مواجهه الذهاب اللي اقيمت في رادس عشان يشرح الاخطاء وكمان التاكيد على ضروره تلافيها في مباراه العوده دي. يمكن لو هنتكلم من مميزات الاهلي يعني مش بس مديره الفني اللي احنا اكيد كل مره بنتابع ده في المؤتمرات الصحفيه اللي بتالي الماتشات، لكن هي المنظومه، بنتكلم ان المنظومه دايما بتشوف فين المشاكل وبتشتغل على علاجها وبتشتغل على حلها، وهي دي اي اداره يعني نتكلم ان الاداره دايما هدفها ان هي تنجح انها تشوف فين السلبيات وتعالجها. الاهلي كيان طبعا لو هنتكلم بقى كيان كبير ومنظومه رائعه، فكل التوفيق ان شاء الله للفريق وباذن الله نشوف زي ما احنا بنقول كده كمان كوره حلوه يوم السبت ان شاء الله.